السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هنكمل مع بعض شرح Unit 3 Lesson 4 and 5. عندي عنوان درس النهاردة Life Cycle of a Sunflower. Life Cycle of a Sunflower يعني دورة حياة عباد الشمس. يبقى دورة حياة عباد الشمس. Life يعني حياة يعني دورة وعباد الشمس sunflower. اوكي طيب تعال نبدأ بالكلمات. عندي كلمة root root الجزر seed seed بذرة soil soil تربة shoot shoot نبتة أو برعم sunflower عباد الشمس process process عملية خدناها خدنا germination process عملية الإنبات papyrus papyrus نقسم الكلمة دي عشان ما تنساش ادي p p y pi بعد كده rus مش ما نقرأ اليو هنا يبقى papyrus papyrus. طيب نايل دلتا دلتا النيل paper paper ورق basket basket سلة sandals sandals الصندل leaves leaves أوراق الشجر. تصريفات الأفعال في أفعال regular وأفعال irregular. طيب irregular يعني منتظم ينفع نضيف له إيدي زي face fist germinate germinated die died drop dropped start started. أفعال الريجلر غير منتظمة لازم نحفظ شكلها زي ما هي كده put put grow grew begin began begin began. طيب عندي هنا study the following life cycle of a sunflower. طيب هو قال لك في الأول first you plant the sunflower seed in a soil يعني أولا نزرع بذرة عباد الشمس في التربة. Next ثم أو ثانيا أو التالي أو الخطوة اللي بعد كده يعني The seed germinates البذرة تنبت And it starts to grow roots وتبدأ تطلع لي جذور. الجذر ده بيطلع فين؟ Under the soil تحت التربة. After that بعد ذلك The shoot grows above the soil البرعم ينمو فوق التربة. After about 4 months بعد حوالي 4 أشهر The sunflower opens دي مهمة and faces the sun The sunflower opens and faces the sun عباد الشمس بيفتح ويواجه الشمس. Finally في النهاية The sunflower dies عباد الشمس يموت and drops its seed ويرمي ايه؟ يرمي ايه؟ البذور بتاعه. طيب حتى برضو تاني اهو ليه البيبايرس مهم؟ يجي لك لك اعمل موضوع عن البيبايرس. واول حاجه ancient Egyptian used papyrus to make paper كنما المصريين استخدموه عشان يعملوا ورق. They also made sandals baskets from papyrus كمان عملوا سلات وصنادل من البيبايرس. Papyrus can help to clean water ممكن يساعد في نظافه الماء. طبعا دي اول مره نرى المعلومه دي. طيب تعال نشوف كده papyrus need a lot of water and warm water نبات البرد بيحتاج ميه كتير وطقس دافئ. It grows near the Nile Delta ينمي بالقرب من دلتا النيل. كده كل المعلومات اللي موجوده في الدرس وهنخش على الاسئله. طيب عندي الاسئله دي صفحه 125 بيج 152. السؤال الاول هو listen بس احنا هنحله كده. Papyrus is a very special البيبايرس ده very special ايه؟ animal plant food vegetables. طيب animal حيوان plant نبات food طعام vegetable خضروات. يبقى نبات البردي a very special ايه؟ plant. number 2 ancient ايه؟ used papyrus to make many things استخدموا نبات البردي عشان يعملوا اشياء كتير. طب اسمهم انشنت ايه؟ ايجيبشن ايجيبشنز. القدماء المصريين نعم مصري.
they used the papyrus to make استخدموا نبات البرد عشان يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ paper ورق. number 4 papyrus نبات البرد grows ينمو near the ايه؟ نايل بيتش فور ديزرت. ينمو بالقرب من ايه نبات البرد دي؟ ديل نايل من نهر النيل. طيب الله اكبر الله اكبر. choose the correct answer from A B C or D. the sunflower dies and drops its عباد الشمس بيموت ويرمي its ايه؟ بذور يعني seed. seeds بذور. ancient Egyptian made كلما المصريين عملوا ايه؟ and baskets from papyrus عملوا sandals صنادل وسلات. نسمع الأذان كده عشان the plant needs a lot of water and warm يعني النبات محتاج مياه كتير warm ايه؟ warm weather طقس دافئ. number 4 the school grows above the أو the shoot عفوا shoot اللي هو البرعم تنمو فوق ايه؟ السويل فوق التربة. number 5 Egyptian used papyrus القدماء المصريين استخدموا نبات البرد to make عشان يعملوا ايه؟ metal plastic baskets wall baskets. طيب بعد كده سؤال القطعة ركز معايا read and complete the text with the word in the box. I want to plant a sunflower أنا عايز أزرع sunflower. First, أولا, I put the seed in the soil. أحط البذرة في التربة. Next, the seed بعد كده البذرة germinates تنبت. It starts to grow. هتبدأ تطلع لي إيه؟ roots جذور under the soil. The sunflower dies. بعد كده finally في النهاية عباد الشمس هيموت وتعمل إيه؟ ودروبس its seed وتلقي بذورها. read the text and answer the question. papyrus is a very special plant. نبات البرد مميز. it grows in Nile Delta. ينمو في دلتا النيل. it's famous because ancient Egyptian used it to make paper. مشهور علشان القدماء المصريين استخدموه عشان يعملوا ورق. they also made sandals. كمان عملوا sandals and baskets from papyrus. Papyrus needs a lot of water and warm weather to grow quickly. It grows in the Nile Delta and in the river. سؤال الأول. The ancient Egyptian used the papyrus to make كلما المصريين استخدموا البابيرس عشان يعملوا إيه؟ food, paper, clothes, roots. طبعا. paper. The main idea. main idea يعني الفكرة الرئيسية. الفكرة إيه؟ للقطعة الباسج دي is about عن إيه؟ عن البابيرس. What is papyrus? إيه هو البابيرس؟ يبقى البابيرس هو It is a very special plant. يبقى الإجابة هي أول جزئية. It is a very special plant that grows in the Nile Delta. يبقى دي إجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع Where does it live? أين يعيش؟ يعيش فين؟ نايل دلتا. السؤال الرابع هي It lives in the Nile Delta. طيب punctuate هنبدأ بكابيتال W وهنا question mark. What does papyrus need? ماذا يحتاج البابيرس؟ طيب The shoot grows above the soil. البرعم ينمو فوق التربة. نكمل مع بعض يا حضرات حل تدريبات الدرس الرابع والخامس. عندي هنا تدريبات الأزهر. طيب تعالى كده نبدأ مع بعض بصفحة كام؟ 131 131 لتدريبات الأزهر. هنسيب سؤال الاستماع ونخش على السؤال التالي. read and complete the dialogue. هنكمل المحادثة بالكلمات دي. What are you doing? ماذا تفعل؟ I am growing. أنا بزرع sunflowers. عباد شمس. What do you need? محتاج إيه؟ To grow them عشان تزرعهم. قال له محتاج soil تربة وseeds وبذور and water or my read the text answer the question. my friend Slim likes farms and plants. بيحب المزارع والنباتات.
He likes the green color. بيحب اللون الأخضر of leaves بتاع أوراق الشجر. He likes to use the seeds to grow new plants. بيحب يستخدم البذور عشان يزرع نباتات جديدة. He waters the plants every day. The roots grow under the soil. My friend Samir becomes very happy when there is a flower. سؤال الأول. What does Salim like? Salim بيحب إيه؟ He likes the green color. جبت السؤال الأول. When does Salim become very happy? إمتى ببقى سعيد؟ When there is a flower. عندما يكون في وردة. جبت السؤال الثاني. Choose. اختار. My friend Salim likes the green color. بيحب اللون الأخضر. سليم أو سالم waters the plants بيرون نباتات every day كل يوم. سالم likes to use the seeds to grow new plants. بعد كده choose the correct answer. My city is the place to live in. It's the nicest. هي الأجمل. ده تفضيل بقارن مدينة بكل المدن. Number two. I think كشري. أعتقد إن كشري is the most delicious food. هو أكثر طعم لذيذ. Number three. Grow food for us. بيزرعوا لنا طعام عشان ناكل. دول مين؟ الفارمرز. The sunflower عباد الشمس is the flower. أخد bigger ولا biggest؟ biggest عشان bigger عايز زين. Number five. Does it live like near the river؟ يبقى هنا أين يعيش؟ سؤال ترتيب عليك في الأزهر. خلي بالك سؤال الترتيب. أول أبدأ بوات. What؟ بعد أداة الاستفهام الفعل المساعد. What does the plant need؟ ماذا يحتاج النبات؟ Number two. Tomatoes الطماطم have لها seeds inside بذور بالداخل. Number three. We water the plant every day. We water. لازم بترجمها كده. نحن نروي the plant النبات every day كل يوم. Number four. Papyrus. Papyrus يعني نبات البردي. ماله grows ينمو near the river بالقرب من ايه؟ من النهر. طيب number four. The daisy زهرة الإقحوان أو زهرة الربيع عارفها؟ The daisy خلنا كلمة daisy is the most beautiful flower. يعني هي أكثر زهرة جميل. The most beautiful إيه؟ It is on unit 3 أنشطة على الدرس الثالث بيش كام صفحة 133 133. السؤال الأول في الاستماع طبعا هنحاول نخمنه عشان مش معانا نص الاستماع. There are different plant في different plants أو plant habitats. هنا habitats يعني في بيئات نباتات مختلفة. Number two. Here is grows نبات البرد ينمو in the في river habitat بيئة النهر. Papyrus needs نبات البرد بيحتاج ايه؟ water ماء. Oranges trees أشجار البرتقال need habitat محتاج بيها ايه؟ agricultural عشان قلنا النباتات اللي بتطلع في البيئة الزراعية هي الأورنج تري والبين بلانت صح؟ طيب شو the correct answer. The tomato plant نبات الطماطم dies بيموت and its seed بيعمل ايه لبذوره؟ drops. drops يعني يلقي. I am of my parents. Parents. I am proud of. أنا فخور بوالدي. Number three. The plant needs. النبات محتاج water. مية. إتاني. Soil. تربة. And warm weather. طقس دافئ. Number four. Ancient Egyptians. القدماء المصريين. Used. استخدموا. To make baskets. عشان يعملوا baskets. سلات. يبقى استخدموا إيه؟ البيبايرس نبات البرد. Read the text
with the word in the box. My father is a farmer. أبي فلاح. When he was 30 years old, لما كان عنده 30 سنة, he bought some farms. اشترى بعض المزارع. The farms were, المزارع كانت ايه؟ dry, جفة. But my father, ولكن أبي, worked, عمل, worked very hard, بجد. اجتهد يعني. And planted a lot of seeds, وزرع بذور كثيرة. And used, واستخدم ايه؟ rain water. Rain water يعني مياه الأمطار. I am on the farm. I am on the farms, and we have a lot of crops. I am proud. أنا فخور of my father. بيعمل. طيب. كده قلنا القطعة. حلست مع بعض. أحمد lives on a farm near بنها. يعيش في مزرعة وكرم من بنها.